تامر حسني ينجح في إنهاء أزمة دياب ونصر محروس. التفاصيل الكاملة. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي والنجوم. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. ولو الفيديو عجبك ياريت لايك وكومنت وشير. أنا بمسي على كل الناس وعايز أقول إن النهاردة يعني الحمد لله ربنا قدرني كده ان انا مشيت في حاجة جميلة جدا ما بين اخ ليا حبيبي الفنان دياب والاستاذ الكبير يعني اللي طلعني وطلع اجيال كتير قوي الاستاذ نصر محروس. بعد ما يقرب من 14 عاما من التعاون بين المنتج نصر محروس والمطرب دياب، اصدر في الساعات الاولى من صباح اليوم الستارة على هذا التعاون بعد جلسة جمعت الطرفين في منزل نصر محروس بوساطة من المطرب تامر حسني الذي حرص على احتواء الأزمة وإنهاء الخلاف بينهما بالتراضي. الفل النهاردة في قعدة صلح كده جميلة، ربنا قدرنا كلنا وجمعنا. احنا اول بيت كلنا خرجنا منه شركة فري ميوزك الأستاذ نصر محروس حبيب. ونجح النجم تامر حسني في الصلح بين الفنان دياب والمنتج والمخرج نصر محروس بعد أزمتهما الأخيرة التي وصلت إلى ساحات القضاء التي كانت حول عقد دياب الذي ينص على طرح 8 ألبومات خلال 8 سنوات. كلمنا كلنا حبيبي والنهاردة في صلح جميل حصل وإن شاء الله مش هيبقى فيه أي مشاكل. وأنا طبعا بشكر الأستاذ نصر لأنه هو النهاردة يعني قال كلام كتير قوي لدياب في حق دياب ان هو يعني معتبر اخوه الصغير وان هو خلاص مش عايز اي حاجه منه وربنا يكرمه ويتمنى له كل الخير. واكد الفنان تامر حسني في فيديو مع دياب ونصر محروس بثه عبر حسابه الرسمي على فيسبوك تنازل نصر محروس عن الشرط الجزائي لعقد المطرب دياب، وانه نجح بفضل الله في انهاء الخلاف بين اخوه دياب ونصر محروس من خلال جلسة الصلح جمعتهم، موجها الشكر للمنتج لسعد صدره على اعتبار دياب مثل شقيقه الأصغر وأنه قرر أن يجعله حرا دون الحصول على أي مستحقات، متمنيا له التوفيق والنجاح في كل خطواته المقبلة. والنجاح ودياب شكره جدا واعتذر على أي سوء تفاهم حصل، لأن طبعا تعرفين في ناس بتبقى في النص بتوصل وجهة نظر غلط، لما يبقى فيه عقلاء في النص كده يخشوا يهدوا الامور والامور بتمشي بما يرضي الله. والحمد لله ان احنا النهارده كلنا معزومين اهو عند الاستاذ نصر. من جهته وجه المخرج والمنتج نصر محروس الشكر للنجم تامر حسني بعد مبادرته للصلح بينه وبين الفنان دياب بعد ازمتهما الاخيره التي وصلت الى ساحات القضاء. طبعا أنا عايز أقول إن تامر يعني أخويا الصغير وابني الكبير اللي بفتخر بيه وبحترم مجهوده اللي بيعمله، ربنا يحميه ويكرمه وما أقدرش أتأخر في طلب. وإن دياب أخويا الصغير وهو تربى في البيت دوت. وكل ما كان يؤلمه هو أنه ما بين الأحباب يظل بينهم ولا يخرج عنهم، مؤكدا ان قلبه يتمنى للدياب كل الخير. انا بس كان صعبان عليا ان هو اللي بين الحبايب بيبقى بينهم واللي عايز حاجه من اخوه الكبير يجي يطلبها، فانا زعلت من دياب في مواقف، انما انا قلبي من ناحيه دياب بيتمنى له كل الخير. انا ما اقدرش امنع الشغل عن حد لان انا مش ربنا، ربنا هو اللي بيرزقنا كلنا. ودياب انا تعبت فيه قوي، ما اقدرش ولا اتمنى له اي شر، متمنيا له التوفيق والنجاح لان كل نجاح يحققه سيزيد فخرا مثلما يفخر بنجاح تامر حسني. لان من مشاريعي اللي انا بحبها اخويا اللي اتربى في البيت ده تامر قبله، وتامر النهارده بيقوم بدور الاخ اللي هو بياخد الاخوات في حضنهم وبيجمعهم. وانا مش عايز اتكلم كتير غير يا دياب ربنا يكرمك ويوفقك ويسعدك ودايما اشوفك ناجح، كل نجاح بتنجحه بيبقى فخر انا بفتخر بيه زي ما بفتخر بتامر في كل حته، وانت كمان كل نجاح بتنجحه انا فعلا بفتخر بيه ويشرفني انك انت دايما تكون في الطب وناجح. ربنا معاك ممثل عظيم.
وكتب نصر محروس عبر حسابه بموقع انستجرام: انا اللي بشكرك يا تامر، وبشكر ربنا عليك، وانا فخور بيك كأخ ليا، وبفتخر بيك كأكبر فنان في جيلك. انا مقدرش يا تامر ارفض لك طلب، وطبعا دياب اخويا الصغير اللي بتمنى له كل خير ونجاح. ممثل قوي، ربنا يبارك في عمرك يا استاذ. وانتوا عارفينه الشرير، هو تقريبا ادوار الشر يا جماعه اللي عملها جه طلعها عليا، بس مفيش ربنا بيجيب شر. وانا انا 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 ورد دياب عبر التعليقات على نصر محروس قائلا: استاذي واخويا الكبير والاب الروحي لينا كلنا، ربنا يخليك لينا ويبارك فيك، اشكرك. بشكر استاذ نصر محروس، وبعتذر له عن اي سوء تفاهم، بعتذر له لو بدر مني اي اساءه، انا بعتذر له لانه اخويا الكبير وابويا الروحي، وانا دايما في كل حته بقول ان هو الراجل ده كان سبب في ان انا ابقى موجود على الساحه وان الناس تعرفني. كون ان حصل سوء تفاهم ده شيطان، وربنا يا رب يبعد عننا اي شيطان، ودايما بيبقى اولاد الحلال، يعني خليها اولاد الحلال بيتدخلوا، بس الحمد لله رب العالمين. وحرص المطرب دياب على توجيه الشكر والاعتذار للمنتج نصر محروس خلال الفيديو عن إساءة بدرت منه أو عن أي إساءة بدرت منه خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنه كان سببا في أن يكون موجودا على الساحة ويعرفه بالجمهور وهو ما يقوله في كل مكان، وأن سوء التفاهم بينهما كان سبب الشيطان ومحاولة البعض لإشعال الخلاف. ربنا رزقنا بابن حلال حقيقي، تامر حسني، اللي انا بشكره اخ اكبر وبيقوم بمسؤوليته المجتمعيه دايما بين اخواته وبين حبايبي، وما بيتاخرش ابدا في اي حاجه بصراحه يعني، وعمرنا ما احتجناه حاجه وما لقيناهوش. ربنا يخليك يا تامر، وبشكرك. بشكرك يا استاذ نصر، استاذ نصر النهارده قال لي خلاص يا ابني انت حر طليق. ونالت مبادره تامر حسني العديد من الاشادات من الفنانين، وعلق عصام كاريكا قائلا: تامر عسولة، وانت ونصر اخواتي وحبايب مصر كلها يا ديبو. فيما كتب الفنان امير صلاح الدين: الف مبروك يا ديبو، ولسه اللي جاي احلى. فانا يعني بقول له انا حريتي في ان احنا نبقى حبايب، وحريتي ان احنا نبقى اخوات، واحنا موجودين في بيت استاذ نصر، بيتي وبيتنا كلنا. انا بقى وربنا دي المحبه. اغنيه الفتره الجايه كده يا رب خير، يا رب خير، يا رب خير باذن الله باذن. وحسب ما جاء في الأهرام المسائي أنه من المقرر أن يجمع كل من نصر محروس ودياب أغنية سنجل كنوع من إعلان الصلح رسميا وعودة التعاون بين الطرفين، خاصة أنه على الرغم من انتهاء عقد دياب مع الشركة في 2018 إلا أنه لا يزال عنده 7 ألبومات كان من المقرر تنفيذها، وهو ما تنازل عنه محروس في جلسة الصلح التي جمعتهما صباح اليوم. وشكرا لكل حبايبنا، وشكرا لكل اخواتنا، وشكرا لاي حد قال كلمه كويسه، وشكرا يا استاذ نصر، وشكرا النجم الكبير، نجم الجيل فعلا تامر حسني. وقدم دياب مع نصر محروس مع دياب على مدار 14 عاما ما يقرب من 29 اغنيه طرحها في البومين هما العو عام 2010 ويا واد يا سوسو عام 2014، بالاضافه الى ما يقرب من 6 اغاني سنجل، وتم تصوير ما يقرب من 9 أغاني مصورة قبل أن يتوقف التعاون بينهما خلال السنوات الأخيرة بسبب رفض دياب دفع ما أسماه نصر محروس حق الشركة، وهي نسبة 50% من حفلات اللايف، ليتراكم عليه مبلغا كبيرا، بالإضافة إلى تنفيذ 7 ألبومات المتبقية في تعاقده مع الشركة، وهو ما دفع المنتج لإقامة دعوى قضائية يطالب فيها بحقوقه، خاصة أنه بذل جهدا في تقديم دياب للجمهور وتحضيره إلى أن أصبح نجما، وكان يحرص على منحه مرتب شهري في بدايته إلى أن أصبح نجما. وفي المقابل رأى دياب أن ما يحدث معه محاولات مستمرة لإيقافه ومنعه من الغناء، وهي محاولات للوقوف في طريق نجاحه، مؤكدا أن المرتب الذي كان يحصل عليه كان لمدة عام واحد وهو 2006، وظل 4 سنوات لا يتقاضى شيئا، كما أن هذا المرتب لم يكن يكفي المواصلات من منزله لمقر الشركة. الجيل بأخلاقك مش بفنك بس، مش بأفلامك بس، مش بأغانيك بس، نجم بقلبك الحلو، وبنجم بأخلاقك، ونجم بتربيتك. ربنا يحفظك يا تامر، وربنا يحفظك ويخليك لنا أستاذ نصر، وما يحرمناش من نفسك. مبروك يا جماعه، وان شاء الله اللي جاي احلى واللي جاي خير بامر الله. شكرا جزيلا باذن الله حبيبي. شكرا.